خلونا ننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنا قضيت أسبوع هناك. الحقيقة إن إحنا عملنا حوارات مهمة، عندنا حلقة كاملة هنذاعها عليكم يوم الثلاثاء، في أكثر من 17 حوار أجريناها بين مراكز صنع القرار في واشنطن، سواء من الإدارة أو مراكز البحث أو الكونجرس أو حتى خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين. النهارده هنذيع أجزاء من هذه الحوارات، لكن هنخلي معظم الشغل في الحلقة القادمة في واشنطن. زي ما قلت لكم عندي حافظ غانم وكريس جافيز وأيضا المسؤولة عن ملف المعونة الأمريكية، ودي حوارات حقيقة مهمة جدا. لكن قبل ما نتكلم على الحلقة، خليني ألخص لكم كيف يرانا أهل واشنطن. طبعا صناعة القرار هناك مقسمة ما بين مجموعة من الأماكن، ما بين الإدارة وبين الكونجرس وبين مراكز البحث وبالتأكيد تأثير الإعلام. قبل الدخول في التفاصيل، جملة واحدة مهمة جدا: نحن من نقرر كيف يعاملنا الآخرون. نحن من نقرر كيف يعاملنا الآخرون. أنت اللي بتفرض على الآخر يعاملك إزاي. هو ده المبدأ في العالم كله. إذا كنت دولة قوية، أو إذا كنا دولة قوية اقتصاديا، متماسكة شعبيا وداخليا، لها دور واضح ومؤثر في المنطقة، فسنعامل بشكل يختلف تماما في كل المجالات. يعني مثلا إيران، تركيا، إسرائيل، حتى إسرائيل، حتى بعض دول المنطقة، قطر وغيرها. موضوع حقوق الإنسان ده والجمعيات الأهلية مش في مقدمة الاهتمامات بيها في واشنطن. مين مثلا يسمع عن حقوق الإنسان وانتقادات حقوق الإنسان في قطر؟ مين مهتم قوي بانتقادات حقوق الإنسان في إيران اللي أصبحت الصديق الأعظم؟ ده أوباما راح كوبا وفجأة بقت زيارة تاريخية لكوبا، ولا في كلام عن حقوق الإنسان ولا الكلام ده. الدول دي إما دول اقتصاديا مهمة ومعاها فلوس وبتمول جمعيات في واشنطن، جمعيات حقوقية في واشنطن، أو دول مهم دورها في المنطقة وبالتالي الانتقادات لها بتخفض شوية. معايير مزدوجة؟ أيوة معايير مزدوجة. تربص؟ أيوة في تربص. لكن مرة أخرى، أنت من تحدد كيف يعاملك العالم، بمعنى إنه حتى مع وجود الترصد والتربص وازدواجية المعايير، نحن نرتكب أخطاء قاتلة، وهذا ما يدعو الآخر لمزيد من الضغط علينا، وبالتالي إحنا مش ناقصين، فمش ناقصين أخطاء عشان هم اوريدي يعني متربصين، هم بياخدوا أي خبر فيصبح هيدلاين، وبالتالي فإحنا يجب أن ننظر إلى أنفسنا أولا قبل أن ننظر للآخرين. وزي ما قلت قبل كده، ودي جملة شهيرة جدا، يعني إحنا مش محتاجين المؤامرة، لأن أحيانا بنكون إحنا متآمرين على أنفسنا، إحنا اللي بنخطئ وبالتالي بنصدر هذا الخطأ للآخرين بياخدوه علينا علشان يستخدموه. تعالوا نتكلم على الثلاث أجزاء اللي بتشكل صناعة القرار في الولايات المتحدة. الإدارة، نبدأ بالإدارة. الإدارة، خلونا نقول إن إدارة أوباما، خلاص إدارة أوباما مشيت، وأظن إن بذل أي مجهود في إدارة أوباما الآن الحقيقة إنه ملوش أي معنى، لأنه خلاص هذه إدارة رحلت، هذه إدارة فاضل لها كذا شهر، إحنا بنتكلم على رئيس جديد، لابد إن إحنا هو ده الرئيس الجديد اللي ننظر له. وطبعا إدارة أوباما تفسيرنا الوحيد للوضع اللي هم ماخدينه في مصر، ما يعني مش مستلطفيننا قوي، يا دوبك العلاقات على قد زيارة كاري، بيتكلم على الـ NGOs، بيتكلم على دور مصر في المنطقة، ماشي. لكن الإدارة نفسها كان فيها انقسام من 2011، أوباما ومعاه مجموعة صغيرة جدا كانت مع 2011 ثورة، والباقي كان ضد التخلي عن مبارك، وده حكته هيلاري كلينتون في كتابها الأخير. هذه الإدارة ترى أنه فشل هذه الثورة وكل اللي ما حدث قبلها بالنسبة لها هي هزيمة، وبالتالي هذه إدارة فقدت الاهتمام، مش مهتمة بمصر بشكل أساسي، وكمان الحقيقة أنه واضح أنها مش مهتمة بالمنطقة عموما، هي مهتمة بإيران. الطريق الآن الأهم هو أن احنا نركز على اللوبينج، على من هو قادم، ساكن البيت الأبيض الجديد، وده مش هيبقى خارج من هيلاري وترامب مثلا، يعني ساندرز ما نعتقدش، كروز ما نعتقدش، إلا لو ظهر
مرشح جديد للحزب الجمهوري وده لسه مش واضح. إذن اللوبينج دلوقتي لازم يكون على الاثنين مرشحين دول، ولازم من دلوقتي، لازم احنا نشتغل على لوبينج من دلوقتي، ما نستناش هو مين ساكن البيت الابيض او يعلن الفائز ونبتدي نقول له مساء الخير احنا مصر، مساء الخير وضعنا كذا، لا. يجب ان يبدا التاثير من الان، وكل واحد حواليه ناسه. يعني هيلاري كلينتون معروف مين المسؤول عن السياسه الخارجيه عندها، واحنا قابلنا ناس من هؤلاء. ترامب معروف مين المسؤول عن السياسه الخارجيه معاه، واحنا ايضا قابلنا ناس من هؤلاء. وبالتالي مهم جدا اللوبينج، اللوبينج ده مش بس السفير، اللوبينج ده جماعات من مصر، من يعني الجمعيات الاهليه وغيرها، ده كله لازم يشتغل. ايضا الكونجرس، نيجي للكونجرس. الكونجرس في الاجمال مصر دوله مهمه جدا بالنسبه للكونجرس، ومصر لها اصدقاء في الكونجرس، وهنعرض لكم مجموعه من الحوارات من اصدقاء مصر. عندنا مجموعه اسمها ايجيبت كوكس جوه الكونجرس الامريكي. الكونجرس مهتم جدا بمصر، مهتم جدا بالمعونه العسكريه لمصر، وبالتالي تمت الموافقه بالاجماع على المعونه العسكريه لمصر. و ايضا قضيه الاخوان قضيه مهمه بالنسبه للكونجرس، وممكن تتصاعد على فكره، احيانا بتصاعد احيانا بتخفض، لكن موجوده. لكن ايضا الكونجرس لديه انتخابات قادمه، وبالتالي لازم برضو يبقى عندنا لوبينج مع كل الناس المهمه بالنسبه لنا، علشان هم دول اللي هيدعموا مواقفنا. نيجي بقى لمنظمات البحث، ثينك تانكس. دي عندنا معاها مشكله، عندنا معاها مشاكل جامده. معظم المنظمات كانت داعمه لثوره 25 يناير، وعدم نجاح هذه الثورة أو عدم نجاح ما بعد هذه الثورة وحالة التغيير ووصول الإخوان والكلام ده كله أدى إلى حالة من الغضب داخل هذه المنظمات على النظام الجديد. وما بتكلمش هنا عن النظام الجديد نظام الإخوان، أتكلم عن النظام الجديد اللي بعد 30 يونيو، لأنهم اعتبروا أن 30 يونيو ده إفشال ل 25 يناير. وبالتالي هم منزعجين جدا، في هنا إحساس أنه هذا النظام اللي هو الحالي هو نظام أفشل فكرة 25 يناير أو فكرة التغيير في المنطقة، وإنه ده نظام فيه عسكريين وإحنا مبدئيا كده بيكرهوا العسكريين. فيعني فإحنا الجمعيات عندنا معاها مشكلة. كمان بالإضافة لده عندنا مشكلة مع في قضية المنظمات الأجنبية، القانون الجديد اللي لسه ما طلعش، أيضا القضية إن فيها ناس، في ناس منهم عليهم أحكام بالحبس. كل ده مستعدي هذه المنظمات علينا. هل في ازدواجية معايير؟ طبعا في ازدواجية معايير، ده قولا واحدا في ازدواجية معايير. هل مصر تحت الفوكس اكتر من اي مكان اخر؟ وهل مصر بيتم معاملتها بشكل اقسى من اي دولة اخرى؟ طبعا، وده قلناه لهم في وشهم، في ترصد وفي ازدواجية معايير، لكن اهمال هؤلاء ليس هو الحل. منعهم من الدخول ليس أيضا هو الحل. الحل هو مزيد من التواصل، مزيد من الشرح، مزيد من إن إحنا نكلم بعض. لكن إن إحنا نقرر إن إحنا في جهة وهم في جهة مش هينفع، لأنهم مؤثرين جدا على الميديا ومؤثرين جدا على الرأي العام. عشان كده بشوف إنه ما تقوم به غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، اللوبينج جروب اللي بيعملوه، بعثة طرق الأبواب، من أهم ما يحدث في مصر، من أهم ما يحدث مصريا في واشنطن. ليه؟ لأنه بصراحة بيشوفوا الناس كلها وبينقلوا وجهة النظر المصرية، وبيقولوا مصر بتفكر 1 2 3 4، حاجات كتيرة من اللي احنا قلناها أوف كاميرا حتى للمصادر هناك ما كانوش يعرفوها، ما كانوش يسمعوا عنها. يا جماعة محتاجين نكلم الناس. فكرة ان احنا نصم أذاننا ونقول لا خلاص هو احنا هنبقى عاملين كده وخلاص ومش مهم، لا، احنا جزء من هذا العالم. أمريكا دولة مهمة، نختلف معها زي ما نختلف، لكن في النهاية لا نصم أذاننا، ولازم نسمع بعض، ولازم نقدر ان احنا نتواصل مع بعض.